ربنا يعينك راح ادم كورنت تليفونات يا شباب كابتن جمعة راشد ابو احمد اخونا اول شيء بتشكركم اقسم بالله واكون عندك هذا الاتحاد هيك رجال حياة ما منخزل نحن نادي الاتحاد مشتنا بالروح والروح رجعت باذن الله الجمهور متعطل شفته بلحظه نسي كل شيء والحمد لله رب العالمين فيكم انتم قد الحمل يمكن معنا الراشد ولد من اولاد الاتحاد انا ساويت اللي علي والباقي انتم ساويتوه انتم قصه كبيره انتم الجمهور اول شغله واهم شغله بتشكر الكابتن الصابوني اللي كان دوره كثير فعال والحمد لله رب العالمين ما قصر ممكن النتائج خانته بس كان كثير له دور وانا حكمل الشيء البنات انا وهو ما في فرق بيناتنا نحن اولاد نادي الاتحاد ولا يكرم المرء في بيته ونحن ببيتنا اثنيناتنا ان شاء الله حنتعاون مع بعضنا لنوصل لبر الامان اي واحد ابن نادي الاتحاد لازم يتكاتف معنا لانه معنى الراشد ما بكفي بده 100 واحد من معنى الراشد لحتى نادي الاتحاد يرجع لنا الصوت تفضل رجع الموبايلات كابتن ياسر ياسر كابتن علي خذ ياسر خالد خلوه برا رياك جينا بمعرفتك كنت ان شاء الله رجعانين ربحانين ان شاء الله 3 مليون بمعرفتك هي هي شخصيه ما لها علاقه لا باي حدا ولا اي شيء مهداه طيب يا شباب ركز معي اول شغله الخير بعم على الكل ثاني شغله احنا المكافاه بتتوزع مثل ما حكينا رقم 1 مثل رقم 25 ما في حدا احسن من حدا كلها تبع بعض حتى علي رينا جاي من قطر بياخذ حط في بالك انه المشوار بلش بخطوه